الاثنين تاع الكاسيهات اللي بيبوزار، سبعة تاع لينيبلوس، وكذلك عتاد تاع وزارة الصحة متمثل في سبعة تاع سيارات إسعاف التي كذلك نفس الشيء ستغطي كل مناطق الولاية، وكذلك أربعة تاع لماسونوز باتوز من ضمن 28 وحدة التي سلمت لنا من طرف وزارة الفلاحة. هذه العتاد سيدعمنا أولا وسيسمح لنا بالنهوض بالتنمية على مستوى كل البلديات، أقول على مستوى كل البلديات، وإن شاء الله نتمنى أن رؤساء البلديات يعني يعتنوا بهذا العتاد اللي هو مهم جدا حقيقة في بعض البلديات التي تفتقر إلى مثل سيارة الإسعاف. وكنا قد مع الأسف سجلنا بعض الإصابات على مستوى بعض البلديات النائية كبلدية بن سرور أو بلدية سيدي عامر أو بلدية عين الريش أو بلدية أخرى نائية، كنا نفتقر إلى وسائل الإسعاف، ولكن اليوم هذه الوسائل التي وزعناها ستغطي كل البلديات، ونحن في محاربة انتشار هذا الوباء الذي إن شاء الله نتمنى أن يرفع ربنا إن شاء الله يرفع علينا هذا الوباء. هذا العتاد تاع اليوم هو إلا جزء من العتاد الذي طلبناه، وننتظر إن شاء الله باش يعني تدعم كذلك كل البلديات خاصة بالشاحنات تربح القمامات التي طلبناها، بالشاحنات تاع الصهاريج، بزرارات إلى آخره، كل هذا الشيء طلبناه وجسد لنا جزء منه عن طريق وزارة الداخلية والجمعيات المحلية والتهيئة العمرانية.